قصة أم، حكاية من التراث الدنماركي. كان يا مكان في قديم الزمان أم فقيرة تعيش مع ولدها الصغير في منزل متهالك. كان الطفل الصغير يحتضر، فقد اشتد به المرض، وكانت أمه تعلم بأنه سوف يموت. راحت الأم تدعو الله في حزن: أرجوك يا ربي أنقذ حياة طفلي. في هذا الوقت كان شخص يطرق الباب. ترى من يطرق الباب في هذه الساعة؟ كان رجل عجوز يرتدي عباءة سوداء. من أنت؟ من تظنين؟ ولماذا فزعت إلى هذه الدرجة؟ أنا أخاف أن يموت ولدي، أنا خائفة جدا. نعم، كان أمرا عجيبا حقا. بمجرد النظر إلى الرجل العجوز شعرت الأم فجأة بنعاس شديد فنامت في الحال، إلا أن نومها لم يستغرق دقيقة ثم استيقظت. كان طفلها قد اختفى، وكذلك الرجل العجوز. ولدي 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 ولدي! خرجت الأم تتبعهما في الحال، معتقدة أن بإمكانها اللحاق بهما. ولكن بدلا من الرجل العجوز وجدت الأم سيدة. هل رأيت رجلا عجوزا يحمل الطفل مرة من هنا؟ رجل عجوز؟ نعم لقد رأيته. صحيح، أين أجده؟ لقد أخذ ولدي. هل تعرفين أي طريق سلك؟ أرجوك أن تدليني عليه، أرجوك. قبل أن أدلك عليه يجب أن تغني لي الأغنية التي اعتدت غناءها. ماذا؟ ولكن هل ستغنين؟ هيا تكلمي، هيا. قامت الأم بالغناء رغم قلقها الشديد على ابنها. وبعد أن انتهت من الغناء قالت لها السيدة: لقد ذهب العجوز إلى غابة الصنوبر من هناك، وأشارت لها باتجاه الغابة. ولدي! ولدي! أين أنت؟ ولدي! ولدى خروج الأم من الغابة وجدت أمامها حقلا شاسعا تغطيه الثلوج، فسألت الشجرة: هل مر عجوز من هنا؟ أخبريني. نعم، وكان يحمل طفلا. أرجوك أن تدليني عليه. ولكن قبل أن أخبرك يجب أن تضميني إلى صدرك. ماذا؟ لكن قبل ذلك أريد أن أرى ولدي. هل أجد عندك الدفء؟ ضمت الأم الشجيرة إليها بكل قوتها حتى راح الدم يسيل من صدرها الذي جرح عند احتكاك الشجيرة به. وظلت الأم تضم الشجيرة بكل ما أوتيت من قوة من أجل ولدها. كان تفكير الأم بطفلها يسيطر عليها وهي تضم الشجيرة، حتى بدأت الزهور تتفتح على أغصانها رغم برودة الشتاء. فقالت الشجيرة لها إن العجوز قد عبر البحيرة.
لن تعبري إلا إذا أعطيتيني عينيك الجميلتين، ولكنك لن تفعلي ذلك. لا لا، أنا لا أعبأ بذلك إن كان هذا سيعيد لي طفلي. ماذا؟ تضحين بعينيك؟ لكنك لن تستطيعي رؤية شيء. هيا أسرعي أرجوك، خذيهما ودعيني أعبر. هل هذا صحيح؟ إذن سأخذهما. وفجأة هبت ريح قوية. أرجوك أيتها الريح ألا تهبي بقوة، لن أستطيع الوصول إلى الطفل. أرجوك ترفقي بي أيتها الريح، أريد أن أرى ولدي أرجوك. حسنا، إذا وعدت أن تعطيني صوتك الجميل سأوافق. حسنا سوف أفعل ذلك شريطة أن تأخذيني إلى طفلي. كان هذا المنزل الشديد الحرارة هو منزل الرجل العجوز. لماذا أتيت إلى هنا؟ لا يسمح لأحد بالدخول إلى هنا. كانت تلك المرأة هي حارسة المنزل. ولدي، أريد ولدي. صحيح، هذه أنت إذن. سوف يعود العجوز بعد قليل يا عزيزتي. سأسمح لك بدخول المنزل إذا أعطيتني شعرك وأخذت شعري، ما رأيك؟ بعد أن تبادلت الأم والمرأة العجوز شعرهما، دخلت الأم أخيراً إلى منزل الرجل العجوز. كان منزلاً عجيباً حقاً، كانت تحيط به الحدائق المليئة بالزهور والنباتات، وكانت كل زهرة ترمز لحياة طفل. هي زهرة والدي، نعم أستطيع أن أشم رائحتها. قالت الأم ذلك بقلبها. أنت أمر لا يصدق، كيف وصلت إلى هنا قبلي؟ لن أدعك تأخذ طفلي مني أبدا، أرجوك دعه لي. كان العجوز على علم بما واجهته الأم من صعاب للوصول إلى هذا المكان. عجيب أن تتمكني من العثور على هذه الزهرة لوحدك. هذا لأنني أمه، نعم. فهمت، الأم القوية حقا تضحي بحياتها من أجل طفلها وتقتفي أثره إلى ما لا نهاية. لقد استطعت تمييز دقات قلب طفلك من بين مئات وآلاف من الزهور. سأبحث عن طفلي حتى أجده، سأبحث. لا يمكنك ذلك مهما فعلت، فالأعمار بيد الله وهو على كل شيء قدير. أعرف هذا ولكني سأبحث. وفجأة أمسكت الأم بزهرة أخرى مجاورة، رائحتها تشبه رائحة ولدي. راحت الأم تتشبث بالزهرة بكل قوتها. تتحدثين عن الحزن والوحدة، لكنك بذلك تتسببين في حزن آخر. إذا قطفت تلك الزهرة تضيع رائحة طفل آخر وتحزن أم أخرى. يجب أن تعلمي أن الحياة والموت بيد الله، وما أنا إلا حارس الحديقة. إن الله وحده يقدر لأرواح الناس مصائرها. والآن أرجوك أن تنصرفي، يجب أن أعود إلى عملي. لا لن أنصرف، أريد أن أرى طفلي، أريد أن أرى. قام
الرجل العجوز بقطف الزهرة، ولكن كان هناك عدد كبير من الزهور الجميلة تحيط بالأم الحزينة الباكية. كانت تلك الزهور الجميلة ترمز لحياة الأطفال.